فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام. أما بعد، إخوتي الكرام، باب ما يقتل المحرم، سنن الترمذي، باب ما يقتل المحرم من الدواب. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والغراب والحدية والحدية والكلب العقور. قال في الباب عن ابن مسعود ابن عمر وابي هريرة وسعيد وابن عباس. هي ليست خمس، بل جاءت أحاديث كثيرة على أكثر من ذلك، ورد ست ورد سبع يعني. وقال عن الخمس: يقتلن في الحل وفي الحرم، وهذا لشدة ضررهم على الإنسان، لشدة ضررهم على المكلف. الفأرة، وتعلمون أن الفأرة سماها النبي صلى الله عليه وسلم الفويسقة، نعم، ويتدل الناس على الشيطان يدل على النار فتأتي لتحرق البيت. والعقرب، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على العقرب، فإنها لم تترك قاعدا ولا جالسا ولا مصليا إلا لدغته، رضي الله عنكم، جزاكم الله خيرا وأنت بارة بأهلك. والحية لا تخرس إلا من يؤذيها. وأما الغراب فهو الأبقع كما في صحيح مسلم، وهو الذي يعني في ظهره أو بطنه بياض، هو أسود بهيم لكن في ظهره أو بطنه بياض، هذا الأبقع. والحدقة تعلمون أنها تسرق الطير أو تسرق أيضا الذهب أعتقد، وإلا الحرباية تسرق الذهب. الكلب العقور هو الكلب الضاري الذي يفترس كالأسد الأسد والنمر والفهد والذئب. قوله في الباب عن ابن مسعود ابن عمر وابي هريرة أو سعيد وابن عباس. حديث ابن مسعود أخرجه مسلم أن النبي أمر محرما بقتل حية. وأما حديث ابن عمر فأخرجه البخاري ومسلم من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحدقة. وزاد مسلم وفي الصلاة، وأيضا زاد والحية. وحديث أبي هريرة أخرجه الطحاوي في معاني الأثار، وأخرجه أبو داود، وقال المنذري في إسناده محمد بن عجلان. محمد بن عجلان يبقى من عندكم، محمد بن عجلان في نهايته أنه ثقة. أما حديث أبي سعيد أخرجه الترمذي في هذا الباب. وفي رواية هنا: يقتل المحرم، يقتل المحرم السبع العادي والكلب العقور، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على الوصف السبع العادي والذي يعدو يعني، والكلب العقور والفأرة والعقرب والحدقة والغراب. قال أبو عيسى العمل العادة عند أهل العلم قالوا: المحرم يقتل، وهو قول سفيان الثوري والشافعي، وقال الشافعي: كل سبع عدا على الناس او على الدواب فللمحرم قتله. طبعا هنا يخرج من ذلك الضبع، الضبع وان كان له ناب هو لا يعدو على الانسان وياكل جيف، لكنه صيد. وكما قلت هي اكثر من خمس، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس يقتلن في الحرم: الحيه والفاره والحدقه والغراب والابقع والكلب العقور. والغراب محمول مقيد على الكلب العقور. ضعيف النت بعض الشيء.
طيب ما جاء في الحجامة للمحرم؟ قال المصنف حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني شيخ الأصحاب الكتب الستة، قال حدثنا سفيان بن عيينة وهو من أساطير المحدثين، عن عمرو بن دينار وهو من خيرة أهل المدينة، عن طاووس، طاووس تلميذ ابن عباس، وعطاء هما قرينان عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي احتجم وهو محرم. في رواية الصحيح قال احتجم وهو محرم صائم. قال في الباب عن أنس وعبد الله بن بحينة وجابر قال عيسى، هذا حديث حسن صحيح. وقد رخص قوم من أهل العلم الحجام المحرم، قال لا يحلق الشعر. الحقيقة أن مالك يخالف الجمهور. مسألة الاحتجام حالة كونه محرما قد ثبتت، وفيها دلالة أنه إن كان بعض الشعر قد سقط لا يؤخذ عليه، ولأن الحرج في مسألة الحجامة هو حرمة حلق الشعر. لكن قد ثبت أن النبي احتجم وأعطى الحجام درهما، فاحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رأسي وهو محرم بل وهو صائم أيضا. وقد ورد عن أنس أنه احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ظهر على ظهر القدم من وجع كان به. وأيضا أخرجه أبو داود والنسائي وعبد الله بن حينة، أخرجه البخاري ومسلم وجابر في الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة. فالحجامة ثبتت ورخص أهل العلم في ذلك، لكن العلماء اشترطوا ألا يحلق لها وألا يقطع شعرا. وكره مالك. وعن الحسن أيضا قال إن احتج ولذلك استدل العلماء على قلامة الأظفار وقطع وفصد العرق ما فيها أي. وصحيح ذلك هو أنه يجوز الحجامة إن كان محرما ما دام لم يحلق الشعر، وقد احتجم النبي، وفعل النبي حجة على أي أحد، لا حجة لأحد كائنا من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا الباب. الفوائد المستنبطة: كل ضرر يجب دفع ضرره، كل ضرر يجب ضرره، لا حجة لأحد كائنا من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. العد ليس للحصر والقصر ولكن للتمثيل، فقوله الكلب العقور يدل دلالة الوصف على وجوب القياس. كل ما يكون فيه الضرر وأن يعدو على الإنسان ينزل تحت الكلب العقور: الأسد، الفهد، النمر، الذئب. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.